فرعون هذا الطاغية هذا الجبار الذي قال أربع آيات حدثنا القرآن عما لم يأتي أحد لا قبله ولا بعده بهذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى عنه أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال الله تبارك وتعالى عنه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال الله تبارك